الهدف الرابع والثاني لهذه اللاعبه، الهدف الثاني الشخصي لهذه اللاعبه، اللاعبه صغير صباح. نعم طريقه، انا شوفوا الطريقه اللي جابت خلالها التمرير في الوقت اللي هنا اللي كانت تنبيه على ان سلمى الحسني هي اللاعبه اللي تمكنت من وضع الكره في المرمى. غادي نتابعوا الاعاده، الكره جات في الجهه اليمنى، لاحظوا هنا البناء ديال العمليه الهجوميه، الارتقاء ومشات بهذا الشكل هذا الكره بالفعل. ساميه حسني لاعبه ديال جينك البلجيكي هي اللي كملت الكره في المرمى. لاحظوا هنا طريقه جيده جدا، الهدف الرابع ومع الانطلاقه ديال الجوله الثانيه. محاولة من جديد من جانب عناصر المباراة في هذه المشاركة، إذن خمسة ديال الأهداف في الساعة. منتخب الوطني المغربي الوقت اللي مكاماكي تافاليس كانت وضعية صعبة لأن صويبة كانت جيدة ما تمكنتش من إيقافها. لاحظوا أنه حاولت ما أمكن القيام عملية مسك الكرة، ارتطمت باليدين ثم بعد ذلك نزلت لأرضية الميدان وكملت المسار ديالها صوب المرمى لإعلان هدف خامس لصالح المنتخب الوطني المغربي النسوي. الغلة التهديفية كبيرة اليوم أمام منتخب ولو أنه يدرس. هذا الهدف يدرس، الطريقة الرائعة على الطير، إتمام العملية ووضع الكرة في المرمى، اسلوب سهل الممتنع. نعم اتمام الكره بشكل ممتاز، مسار نحو المرمى. والهدف السادس، الهدف السادس لاعاده لجماليه الهدف. سنتابع رفع الكره بهذه الشكله على الطاير، على الطاير ووضع الكره في الشباك امامي سلمى لاعبه سلمى المو. لاحظوا تضع الكره في المرمى معلنه عن الهدف السادس. اذا ست اهداف مقابل لا شيء، واداء غايه في الروعه مع ارتياح كبير للطاقم الذي يشرف على المنتخب الوطني المغربي النسوي. ارتياح كبير شيء، ولكن تم استدراك الامر. كره ممتازه، هدف جميل، هدف رائع. ساميه حسني لعبه شانك البلجيكي، اللاعبه اللي كتوضع الكره في المرمى معلنه عن الهدف السابع في هذه المباراه. هدية كبيرة وتصويبة بالمقاس، وضعت الكرة ديالها في المرمى. ولو أنها كانت بخارج قدم كانت تسير بشكل نحو خارج الملعب. لاحظونا إلا أنها نحو المرمى في الشباك. هذا الإنقاذ وهذا الدور مهم جدا، مهم جدا ديال المتابعة. ملي كتكون عندك لاعبة في المتابعة لا تستسلم بالمرة. كنعتقد انه التمرير ديال الصغير صباح على مستوى الوصول الكره ورفعها، فطريقه جيده جدا في المتابعه ديال الكره الماضيه. لاعبات كما نتابع هذه السبوره.